السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عدنا إليكم مستمعي الأفاضل ويسعدنا أن نستقبل مكالماتكم، ونبدأ بأول مكالمة من إقليم المحمدية. معنا أخونا جواد. السلام عليكم سيد الحاج. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيداير سيد الحاج؟ لاباس عليك؟ بخير. حياك الله سي جواد، الله يطول عمرك، حفظك الله ورعاك. الله يحفظك ليا سانتا، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يعاونك على هذا البرنامج اللي كدير سيد الحاج صراحة الله، اللي كتخلينا نجيو نفرغوا عليك قلبنا، وكاين من الاخوه المكوفين كاملين كيشكرك جزيل الشكر سيد الحاج، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى الذريه ديالك ان شاء الله تكبر تنسي في عزك ان شاء الله يا ربي يا سيد الحاج. حفظك الله ورعاك مولاي. مرحبا مرحبا سيد الحاج. فهمتيني قبل ما ندز معاك على واحد الدعاء لواحد السيده كاينه فهمتيني هي من وجده وكاينه في اوروبا فهمتيني، يعني هي بنت الحاجه ميلودا كد ناحيه الحاجه ميلودا عند الام ديالها مريضه، وعند ديك اختها بغاشيره شي جوز صالح وليها هي بشي بالهنا وراحت البال مع وليداتها وما زاد عليها. يا ربي يا ربي. يعني الطلبه تاعي كنبغيك فهمتي تدعي معها سيد الحاج، راه كنطنط لك والاخوان المكفوفين كاملين، وكان الاخوان فهمتي يعني الحمد لله الاخوان المكفوفين كاملين كيطنطوا لك وكيقولوا لك سيد الحاج جزاك الله خيرا على العمل اللي كتعامل معنا فيه، وراك عارف سيد الحاج انا عندي القنوات هادو باش كنجري معاهم غير الخير فهمتي على الاخوان المكفوفين كاملين الحمد لله. يا خويا يا خويا الله يتقبل مزيان. هذا الشيء كاين، القناه الاولى هي سميتها شجره الهلال للمكفوفين، الاخوان اللي بغاو يدخلوا لعندنا فهمتي شجره الهلال للمكفوفين، والثانيه سميتها شجره امل للمكفوفين، يكتبون بالعربيه شجره هلال للمكفوفين بالعربيه ويكتبوا شجره امل للمكفوفين. والاخ عصام اللي من وجده فهمتيني من تازك القناه ديالو هي شجره صوت للمعاقين، شجره صوت للمعاقين المعاقين يكتبوها حتى هي بالعربيه. ونتمنى والله يكون الخير ان شاء الله للجامعه سيد الحاج، وصراحه الله انا فرحان اللي كنهضر معاك والله العظيم سيد الحاج فهمتيني، ونتمنى بارك الله فيك دائما انا سيد الحاج راه فهمتيني انا شويه فهمتي يعني على حساب السمع ديالي، نتمنى من الله الشافي الشافي الجامع على سيد الحاج. وكنشكر فانت الاخت بوسرة حتى هي اللي من فرنسا حتى يدعي معاها، والاخت فوزيه اللي من الطاليان، واخت فوزيه اللي من الدار البيضاء حتى هي الاخت ديالنا عزيزه وغاليه انسانه طيبه حتى هي، وكتعاوننا الله يجزيها ليها ربي بالخير ويجزيها الله فهمتي كل خير ان شاء الله، وجزاك الله خير حنا سيد الحاج وشكرا اسمح لي. شكرا سي جواد، شكرا اخويا، وهنيئا لك ربي واللي وفقك لهذه المهمه وجعلك وسيط ما بين المكفوفين والمكفوفات وما بين اهل الخير والفضل عبر هذه القنوات، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لكم في هذه الوجود هذه الجهود الجباره، وان يفتح لكم باب الرزق وباب الفضل. وهاد الناس كلهم اللي ذكرتهم باسمائهم نسال الله تعالى في هذا اليوم المبارك الأخر وفي هذه الساعة المتأخرة من الليل أن يحفظهم أجمعين بالسبع المتاني وبالقرآن العظيم، وأن يبارك لهم في الصحة ويبارك لهم في العافية، وأن يوفقهم للمزيد من الخير والمزيد من الفلاح، وربك سبحانه وتعالى كفيل بأن يرزق الجميع. الناس كيديروا الأسباب، والله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. شكرا لك أخي جواد، حفظك الله ورعاك، وتحية لكل المكفوفين والمكفوفات في المغرب اللي انتظموا من خلال هذه القنوات اللي باش يساعدوهم الناس. وكنذكر بأن من غير المكفوفين كاين الناس المعاقين اللي بداو كينتظموا في قناة أخرى عند السي محمد من الخميسات اللي سماها قناة نور للمعاقين، قناة نور للمعاقين. فالناس أهل الخير اللي كيبغوا يساعدوا بعضياتهم أنهم كيتواصلوا مباشرة مع هذه القنوات، كيشوفوا لي فيديو ديال الحالات اللي هي مرضية ماشي غير مكفوف فقط أو معاق، كتلقى عنده حالة اجتماعية قاهرة وكيحتاج للدواء أو مساعدة أو كذا. فالله يوفق الجميع، وشكرا لكم وهنيئا لكم على فعل الخير. نواصل أيها الأحباب الكرام، نتحول إلى إقليم جديدة مع للا سهام. نعم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور كريبان أنا فرحانة اليوم أن الخط شد لي وقبط لي باش نهضر معك، والله العظيم إلا صليت على سيد النبي واحد العدد كثير اليوم وقلت يا ربي يا ربي عندي أمل أنني غنهضر معك.
صلى الله عليه وسلم. هنيئا لك والله يتقبل منك هذه الصلوات، تكون إن شاء الله تعالى في ميزان حسناتك. والدكتور كريبان إلى صلاة العشرة الحمد لله أديت الواجب ديال صلاة الضحى وصليت على سيد النبي تقريبا شي ألف، وفي العشية من بعد العصر بشي ألف، وما زال إن شاء الله المزيد في هذه الليلة. الله مباركة. الله هنيئا لك، هنيئا لك على السهام، هنيئا لك، هذا خير كبير 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 بزاف. والله مبروك هذه الخيرات اللي نزلت اليوم، الله يجعلها فاتحة خير علينا وعلى جميع أمة سيدنا محمد وعلى الشعب الفلسطيني وعلى جميع المرضى، تكون إن شاء الله يا ربي بالرحمة وبالمغفرة الوالدية والخوت ديالي، الأخ ديالي والأخت ديالي توفاو يعني متقاربين في السن بجوج، يلاه خرجوا تقاعد، والوالد كان إمام والوالدة بحال شي ولية صالحة، ودعي لي مع الزوج. والله يجازيك بخير الدكتور كريبان، راني أستاذة علوم خصوصي، راني مستعدة أنني نقدم دروس في هذه العطلة، واللي بغى نقدم ليه الدروس وبغيت الرقم ديالك. والله يجازيك بخير الدكتور، دعي معايا، عندي ديون. الله يجازيك بخير، إلا ما دعي معايا باش نزيق نحيد به الديون اللي عندي. الله يجازيك يا ربي يا كريم، يا ربي يا كريم، لله بارك الله فيك لاله السهام، كلهم يقولوا امين ان شاء الله لاله السهام. الله يجازيك بخير يا دكتور، الا ما راني كنتمنى يحيد عليا الدين ونكون ان شاء الله فاعله خير، المستقبل ديالي يكون فيه ان شاء الله الخير والاحسان، ماشي غير بالتعليم. 20 سنه وانا كندرس مريضه، ومع ذلك كنتمنى ان الصراحه شريت واحد الدار سلا، وباقي لحد الان عندي بها الدين، واخا ما كانش خاصني ندير البنك، ولكن دعي معايا انني دابا انا راه وليت في جديده رفقه الزوج، ودعي معاه ودعي معايا، ولو انني كنقول الذريه الطيبه راه هما دوك الابناء اللي كندرس في المدرسه، ومع ذلك كنتمنى ربي يطول لي عمري باش ما نموتش، ويكون عندي انني مريضه ويكون الدين يبقى ثقل عليا. كنتمنى ان الله سبحانه وتعالى هو يؤدي عليا نحيد هاد الديون ونكون فاعله خير، واللي بغى الدعم مجاني يا استاذ، راني عندي اجازه النحو العربي وعامين تعليم النفس علم الاجتماع، راه مجاني عن بعد عن قرب، اعطيهم الرقم ديالي، وبغيت الرقم ديالك. الله يجازيك بها. إيه لا سهام بإذن الله. لا أنا نأخذ الرقم لك نتواصل معك. لا كنشكر أخينا سامي في الإخراج واستقبال المكالمات، إن شاء الله نتواصل معك. لا سهام يفرج علي ربي هذه الأزمة، راه مأرقني هذا الدين اللي ما كانش خصني نديره على قبل الدار. والله يجازيك بخير دكتور كريبان، لا يا رب إلا ما دعي معايا، لأنه ما صراحة كنطلب استغفار وكندير الدعاء ديال اللهم رب السماوات السبع، وما زعما كنحاول ما أمكن، كنشوف رؤية حسنة، ومع ذلك ما ارتاحش، درت ديون على هاد الدار وشوية تأزمت. الله يجازيك بخير دكتور كريبان، إلا ما كنطلبك من هذا المنبر في هذا النهار المبارك تاعي، إلا ما أنت والمستمعين دعيوا معايا يحيد عليا هاد الدين. الله أنا كنطلبك وكنترجاك والرجاء عند الله سبحانه وتعالى، ما بغيتش ونعم بالله زعما نبقى هكا يعني مأرقني هاد الدين، ورا عرفتي النية ديالي، راه كنتمنى نكون محسنة في المستقبل، ودابا راه كنقدم يعني أي حاجة وما خصنيش نقول، ولكن كنتمنى نكون إن شاء الله فاعلة كبيرة، وبغيت هاد الأمنية تتحقق لي بإذن الله. لا بإذن الله لا سهام، الله يحفظك ويرعاك، لا الله يحفظك يا ربي، الله يكرمك، الله يفرج عليك بجاه النبي المصطفى الأمين. الله يطول في عمرك، الله يطول في عمرك دكتور، اللهم امين لنا سهام. شكرا لمستقبل المكالمات، شكرا للمستقبل، شكرا لجميع اللي كيخدموا في هذه الاذاعه، لا في الصباح ولا في المساء ولا جنود الخفاء، رحنا متابعين لك، لا انا ولا الزوج ولا الصراحه، راه دائما وفرحت مني زادوا هذا النار ديال الجمعه في هذا البرنامج. بارك الله فيك لاله سهام، الله يفرحك بدخول الجنه. كنشكرك لاله سهام، كنشكرك على المكالمة ديالك، كنشكرك أنك فتحتي قلبك لنا. أول حاجة لاله سهام، أريد أن أهنئك بأنك صليت على النبي الكريم هذا الصباح 1000 مرة في الصباح و1000 مرة في المساء. هل تعلمين ما هو الجزاء الذي أعده الله تعالى لمن صلى على النبي 1000 صلاة؟ روي في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10. تصور أنك تصلي على النبي صلاة واحدة
الله تعالى يصليك عليك عشرة. أول من صلى على النبي من؟ أول من صلى على النبي هو ربنا عز وجل. ثم بعد ذلك أمر الملائكة في السماء بالصلاة عليه، ثم بعد ذلك أمر أهل الأرض بالصلاة عليه. فقال جل جلاله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا صلى الله عليك صلاة واحدة أنت من أهل الجنة. ربك إذا صلى على العبد صلاة واحدة فقط فهو من أهل الجنة. فما ظنك لما قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة، ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه مئة، ومن صلى علي مئة صلى الله عليه ألفا، ومن صلى علي ألفا زاحم منكبي منكبه باب الجنة يوم القيامة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن الله تعالى عنده الأضعاف الحسنة بعشر أمثالها اللي درتها مع سيدنا النبي في حق النبي الكريم. ربك يعطيك خيرا من ذلك عشر مرات، فأنت دائما مستفيد. هذا هو الحصاد الحقيقي. وما معنى من صلى علي ألفا زاحم منكبي منكبه باب الجنة يوم القيامة؟ بمعنى أن أول من يدخل الجنة يوم القيامة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أحد يسبقه، هو الأول. أنا خير بني آدم ولا فخر، أنا صاحب اللواء، وأنا أول من تنشق عن الأرض، وأنا أول من يدخل الجنة، هكذا في الحديث. لكن اللي صلى على النبي ألف مرة زاحم منكبي منكبه باب الجنة، بمعنى غتكون توياه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم غتدخلوا في وقت واحد. كين هذا اللي صلى على النبي ألف مرة، وكين اللي ربى يتيم، أنا وكافل اليتيم كهتين وشارك بين السبابة والوسطى. هادو غيدخلوا كلهم في وقت واحد وكأنهم في نفس الرتبة دي النبوة. فهنيئا لك لمن صلى على النبي ألف مرة. وإحنا سعداء بالكلام اللي قلتي للا سهام، أنك من رجال التعليم، وأنك بغيتي أنك تساهمي مجانا لتلقين الدروس بالنسبة للتلاميذ. وإحنا عارفين الوضعية مؤخرا ديال التعليم، هذا الملف يؤرق الجميع، يؤرق الحكومة ويؤرق الوزارة المعنية ويؤرق النقابات ويؤرق الأمهات والآباء وأولياء الأمور ويؤرق التلاميذ والتلميذات ويؤرق الجميع. وحنا من كنسمعوا بحال هذا الكلام ديال لاله سهام كنتاكدوا فعلا بان رجال التعليم ونساء التعليم يستحقون الاحترام والتقدير ويستحقون التكريم. وصدق من قال: قم للمعلم ووفه التبجيل، كاد المعلم ان يكون رسولا. المعلم هو ليس كالمستثمر في الحجر، هو يستثمر في بناء البشر، وهي أعظم مهمة. هذه مهمة الأنبياء ومهمة المرسلين، تنوير العقول وتنوير القلوب. وكنتمنى إن شاء الله تعالى في الأيام القليلة المقبلة نسمع أخبار الخير وتسوى المشاكل ديال الرجال ونساء التعليم، ويتم تعديل القانون الأساسي، ويتم الزيادة في الأجور والتعويضات، ويتم جميع المطالب تقضى إن شاء الله وبإذن الله، لأن أبناءنا وبناتنا كلهم محتاجين يقرأوا. والناس اللي في التعليم الخصوصي يعني راهم في وضعية صعبة. راه الناس اللي في التعليم الخصوصي ما تظنوا بأنهم مرفهين. راه كاين الإنسان كيحيد اللقمة ديال العيش باش يخلص بها على وليداتو وبنياتو باش يقراو. وحنا لابد أننا نتبنى واحد الرؤية جديدة في المنظومة التعليمية ديالنا، التنسيق بين العمومي والخصوصي، باش كنا عندنا واحد مدرسة وطنية فيها واحد الرؤية شمولية يحظى فيها جميع أبناء الوطن بالعدالة الاجتماعية، والكل يدرس دراسة معمقة، والكل يكون عنده فرصة لنيل الشهادة العليا ولكي يكونوا رجال المستقبل. احنا غنمشيو غدا وبعده، شكون اللي غادي يجي ورانا؟ الجيل الجديد. احنا اباؤنا واجدادنا زرعوا فحصدنا، واحنا علينا ان نزرع فيحصدون. هما زرعوا، احنا فحصدنا، والان ناكل وناخذ الثمار. واحنا علينا ان نزرع باش الجيل اللي يجي ورانا ديال اولادنا واحفادنا يزرعون وياكلون ويستمتعون. فاشيد بك واهنئك لاله سهام على هذا الروح المعطاء ديال انك باغا تعلم الناس ولو بالمجان، هذه نعمة كبيرة. أما قضية الديون للسهام، فأنت كنت مضطرة، أنت خذتي واحد السكن
مضطرة، لأن الإنسان كيكون ديك الساعة مضطر، إما أنه غادي يقوم بالكراء، وإما أنه غادي يسكن مع العائلة. إذا سكن مع العائلة كتوقع المشاكل. حينما يتزوج الإنسان أول مشكلة كيواجهها هي مشكلة السكن، ومشكلة السكن في المدن الكبرى هذه معضلة، وخصوصا في الدار البيضاء والرباط الجديدة، هذا المحور كتكون كاين غلاء كبير للسكن. الإنسان إذا تزوج ماذا يفعل؟ إما أنه غادي يبقى واحد المدة طويلة بغير زواج حتى يجمع المال ويوفره ويقتني سكن، ولكن بعد ذلك إذا بقى متأخر غيشوف وجهه في المرايا غادي يلقى بأن شعره اشتعل شيبة والتجاعيد هجمت على وجهه وأنه بلغ من الكبر عتية. شحال ديال الناس كنعرفهم بقى كيتسنى باش يجمع المال، ولكن بعد مده ذهب منه الشباب وذهبت ربيع العمر، والقرص بانه صار هرما دخل الى الكهوله. واما يتزوج ويسكن مع العائله، ومع العائله كيوقع الشنآن، داك الاحتكاك كيؤدي الى العداوه والبغضاء، فكيتفرق الشمل وكيتقطع الرحم. كيبقى الانسان ماذا يفعل؟ يكتري كيكري، ولكن بعد مدة إذا لم يؤدي ثمن الكراء غينقلب عقد الكراء إلى عقد إفراغ. عدد ديال الناس كي في المحكمة كتمشي في مصلحة الإفراغات القضائية غتلقى الملفات متراكمة، ناس كراو واحد فترة زمنية وبعد مدة ما أنهم لم يستطيعوا أن يؤدوا، إن وقعت لهم شيء إما خروج من العمل أو طرد من العمل أو تعسف أو حادثة أو وفاة، فصاحب الكراك يقول لك أنا ما ماشي الشؤون الاجتماعية، أنا أريد منزلي، فكيحكم عليه القضاء بالإفراغ. ملك الجهد البديل كيقول لك الشراء بثمن الكرة، كيكون إنسان مضطر ليس له أي وسيلة من الوسائل كيكون مضطر. هنا العلماء قالوا بأن هذا الإنسان اللي كيمشي ياخد الديون باش ياخد الدار، إلى قل الديون من عند الناس كان أفضل، لكن غير من عند الأحبة، عند الأصدقاء، من عند الجيران، من عند العائلة كان أفضل، كتاخد ديون تردهم. ولكن هذا الشيء ما بقاش، الناس ما بقاش يتيقوا بعضهم في بعض، لأن اللي تسلف شي حاجة ما كيبقاش يردها كيلقى صعوبة عند الرد، كتجي سهولة عند الأخذ صعوبة عند الرد، فكيبقى الباب أمامه هو هذه المؤسسات البنكية. مؤسسة البنكية أيضا مشكلة كبيرة، أيضا التراكم ديال الفوائد، وكيبقى الإنسان في حيص بيس. لكن كيكون أقل الضرر وأقل الشرر هو أنه مضطر. ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قال لنا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الله تعالى دل لنا واحد القاعدة اسمها الضرورة والاضطرار. ملي كيكون الإنسان مضطر أنه يأخذ واحد السكن كيكون ديك الساعة لا إثم عليه، لا إثم عليه، خصوصا أن بعض العلماء أفتوا واحد الفتوى ما يسمى بفقه المآل. فقه المآل، فقه المآل هو في القضايا الفقهية كنشوف واحد الحكم قد يكون حراما ولكنه قد ينقلب إلى حلال، كيتسمى انقلاب الحكم. هو في الأول إما فيه شبهة أو فيه حرمة لكنه قد ينقلب إلى مصلحة راجحة. فقه المآل، هذاك العقد اللي كان في الأول ديال الفائدة البنكية هو عقد ربا، لكنه قد ينقلب إلى عقد تمليك. أي نعم فيه ضرر، في فوائد تتراكم وكتعود صعيبة باش الإنسان يؤديها، ولكن في الختام ينقلب إلى عقد تمليك، لأن ملك يسال الإنسان كتعود في الملك دياله، بخلاف اللي كان في الكرة وخيكري 20 سنة كأنه عمره ما دياله، يلا غيبدأ من صفر. لكن في هذا النظام ديال البنكي كيبقى يراكم. وحنا كنتمنوا إن شاء الله تعالى السياسة السكنية اللي غديرها الدولة، خصوصا مع هذه البشارات، هذا الدعم اللي غتقدمه الدولة للناس اللي ما عندهمش سكن لاقتناء سكن أساسي، 10 مليون ولو 7 مليون، واحد نعمة كبيرة. وكنتمنوا من الأبناك أيضا أنهم يديروا واحد التسهيلات للمواطنين، تكون أبناك مواطنة، خصوصا أن الناس اللي عندهم دخل محدود جدا ما كيتكافوش حتى مع المعيشة، فكيف يتكافون مع دفع هاد الفواتير اللي كتكون باهظة وتزداد أضعاف مضاعفة. وكنتمنوا إن شاء الله تعالى تكون واحد السياسة اجتماعية في البلد المسلم، تكون بدون فوائد، أبناك ذات مرجعية شرعية إسلامية كتساهم في إعطاء القرض الحسن، كما في بعض الدول الخليجية أو بعض الدول الأخرى عندهم ما يسمى بالقرض الحسن،
القرض غير مترتب عليه فوائد، خصوصا اللي بغى سكن ديال الحد في القرض، يعني الحد سكن اجتماعي يلا غادي يستر في نفسه. على اي حال لالا سهام، الديون راه ممكن انك ان شاء الله تخلص منها في اقرب وقت ممكن. ما هو السبيل للتخلص من الديون؟ اولا نعتقد اعتقادا جازما بان المال موجود ووفير وبكثرة. اين هو؟ هو عند رب العالمين. الله سبحانه وتعالى وعدنا بأن خيره كثير، قال لنا في الحديث القدسي: يا عبادي لو اجتمع أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على صعيد واحد فطلب مني كل مسألته وأعطيتها له ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. صور هذا التصوير اللي وضعه الله تعالى، واحد الواقع أن جميع البشر الإنس والجن أولهم وآخرهم من لدن آدم إلى قيام الساعة، ملايير ديال الملايير ديال الملايير اجتمعوا، داروا وقفة في أرض واحدة، وكل منهم طلب ما يشاء. كل واحد غادي يرمي في مطلبي، هذا باغي السكن، هذا باغي الشغل، هذا باغي الأولاد، هذا باغي فيزا إلى أرض أخرى، أطلب ما تشاء. قال لك لو طلب مني كل مسألته وأعطيتها له ما نقص ذلك من ملكي إلا كما يدخل المخيط إذا أدخل البحر. صور واحد الإبرة دخلتها المحيط الأطلسي وخرجتها، ما غدي من البحر والو، نقطة. فالله تعالى عنده كل شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ولكن ننزله بقدر معلوم. هو ربي لحكمة بالغة كينزل الخير دياله بقدر معلوم. كيقول لك علاش الله تعالى ما ينزلش الخير مادام هو موجود، الخير عنده موجود، علاش ما يعطيناش حنا الخير كله يعطيه لنا؟ اللي بغى شي حاجة يعطيها ليه. كيجاوبنا الله تعالى في كتابه الحكيم وكيقول لنا: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزله بقدر معلوم إنه بعباده خبير بصير. لو أن الله تعالى أعطانا كلنا داكشي اللي بغينا، غادي يوقع الإفساد في الأرض، وغادي يوقع التبذير، ويوقع عدم شكر النعمة، ويوقع البطر والعياذ بالله. فالله تعالى حكيم يعطينا بقدر. واللي بغى هذا الرزق ربي قال لنا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. كيف ذلك في السماء؟ يعني أن ترفع أكف الضراعة إلى الباري. اللي بغى الرزق يرفع يديه للسماء ويبقى يدعي الله تعالى. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا واحد الأسرار باش ربي يجيب لك رزق. أولها أننا كل ليلة نقرأ سورة الواقعة، نقرأها بصدق ويقين، وهذا مجرب والله وبالله وتالله مجرب. لما تقرأ سورة الواقعة بصدق ويقين، سبحان الله العظيم، ربنا يفتح لك مفاتيح الخير ويأتيك الرزق من حيث لا تدري، رزق وفير تقضي به الديون وتوسع به على العيال. نقرأ سورة الواقعة. ثم الأمر الثاني هو أننا نتصدق مما أعطانا الله، ولو كان أعطانا غير القليل نتصدق بذلك القليل حتى يصير كثير. نتصدق بما أعطانا الله تعالى ولو بدراهم، كل يوم يكون في جيبي واحد القدر ديال المال زائد أتصدق به على الفقراء والمساكين. علاش؟ لأن الصدقة هي جالبة للأرزاق. الله تعالى قال لنا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. دائما صدق ولو بالقليل، لأن الصدقة القليلة جالبة للخير الكثير. ثم الأمر الأساس اللي ما نسوش أيها الأحباب الكرام، عدنا واحد الوقت عظيم الله تعالى يقول لنا اللي بغى شي حاجة نعطيها له. أشنو هذا الوقت؟ هو الوقت المتأخر من الليل، الثلث الأخير من الليل. ربنا عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة نزولا يليق بجلاله وكماله، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من صاحب حاجة فأقضيها له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يبقى ربنا عز وجل طول الليل قبل الفجر بساعتين تقريبا، يبقى يقول لنا ينادي: هل من داع فأستجيب له؟ فالمسألة بسيطة، بسيطة جدا وحسنة مقضية. المؤمنون والمؤمنات هم أبعد الناس عن التفكير في الرزق وفي هذا القرض. علاش؟ طريقة بسيطة جدا، إذا احتجت إلى أمر ما تستيقظ قبل الفجر بساعتين تقريبا أو ساعة ونصف حسب طول وقصر الليل والنهار، تتوضأ وضوءا خاشعا وتصلي لله ركعتين
وتطيل السجود وأنت تدعو تدعو الله تعالى بأسماء الحسنى، يا رزاق يا غني يا ودود يا كريم، وسوف ترى عجائب قدرة الله، عطاء ليس له حدود. فنسأل الله سبحانه وتعالى أختي سهام أن يرزقك الله تعالى رزقا واسعا، رزقا وفيرا، رزقا كثيرا. ونقول جميعا أيها الأحباب الكرام الدعاء للرزق: اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين، اللهم صب علينا الرزق صبا صبا، اللهم يا رزاق يا كريم يا غني صب علينا الرزق صبا صبا، ولا تجعل عملنا كدا كدا، اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا تحت الأرض فأصعده، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا قريبا فمكننا منه، وإن كان رزقنا قليلا فكثره، وإن كان رزقنا كثيرا فبارك لنا فيه. نسألك اللهم بحق قولك: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم أمين يا رب. هذه الآيات تسمى آيات الملك في سورة آل عمران. راه اللي بغى المال الوفير، واللي بغى السلطة، واللي بغى الراية المرفوعة والكلمة المسموعة يقرأ هذه الآيات في الصباح والمساء. وهذا مجرب، والله مجرب. أعرف واحد عدد كبير من رجال السلطة في مقامات عالية وكانوا يخافون أنهم يعزلون من مناصبهم، كل اللي كيتصاب بواحد ظروف نفسية مقلقة للغاية. فكتقول لي اقرأ هذه الآيات في الصباح والمساء، ومن اللي كيقرأها سبحان الله العظيم عوض أن يعزل يرقى، عوض أن يعزل يرقى. كنعرف واحد العدد كبير ديال رجال السلطة في مقامات عالية وكان عندهم هذا المشكل، فكيقول لك اش غندير، دير هذه، قرأ هذه الآيات: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. واللي عنده كذلك الرزق القليل كيقرأ هذه الآيات يأتيه الرزق صبا صبا، لأن ختامها ويرزق من يشاء بغير حساب، يرزق من يشاء بغير حساب، يأتيك الرزق من غير أن تحتسب. فنسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بالحسنى بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.